ولذلك أنا أقول دائما للآباء الذين يريدون أن يكون لأبنائهم شأن، لا يضرك أن تشد عليه في الصغر، أعني بأن تشد عليه أن تلزمه بحفظ القرآن وأن تلزمه بحفظ ما ينفعه كبيرا، وإن رأيت وجنتيه حمروين وإن رأيت عينيه ذابلتين وإن بكى ذلك البكاء الذي لا صوت معه، ترى العينين تذرفان ولا صوت، هذا البكاء قاتل للوالد يهد بناءه هدا، ومع ذلك لا ينبغي لك أن ترحمه، لأن رحمته هو إبقاؤه في الكتاب. قال أبو العلاء: فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. قسوتك تلك هي فيما يظهر له قسوة، لكنها رحمة في الواقع. ما أدري أنا حدثتكم قصة أم لم أحدثكمها، عن رجل أراد، كانت له بنت باكورة أبنائه، فكانت له بنت فأراد أن تحفظ القرآن، فكانت المسكينة إذا خرجت من المدرسة في الرابعة أو الثالثة يأخذها ويذهب بها إلى الكتاب، فهي كانت لا تفهم لماذا يختصها أبوها بهذا العذاب المبين، كل صويحباتها إذا خرجنا من المدرسة ذهبنا فلهينا ولعبن، وهي يأخذها إلى الكتاب احفظي سمعي. فقالت له مرة: يا أبتي لماذا تصنع بهذا؟ ألست ابنتك؟ ألا تحبني؟ فما بالك تعذبني هذا العذاب؟ وفلانة صاحبتي وفلانة هي تذهب، أبوها لا يصنع بها هذا الذي يصنع بي. فكان يؤلمه ما تلقيه له ابنته في, في, في أذنه، يؤلمه ذلك، لكن وفقه ربه أن صمد في وجه تلك العواصف العاتية، عواصف المشاعر. فمكثت تلك البنت تحفظ القرآن إلى أن ختمته. مرة وقد أخذت الثانوية العامة، هي وصويحباتها اللائي كنا معها منذ كنا جميعا صغيرات، فقال لها أبوها مرة: يا بنيتي أتذكرين إذ كنت صغيرة وتبكين وتعترضين وتقولين ما لك تصنع بي كذا وكذا؟ أرأيت لو أني أطعتك في ذلك الوقت أكان ذلك يكون خيرا لك، أو الآن والقرآن في صدرك هو خير لك؟ فقالت له: جزاك الله من والد خيرا، نعم الوالد أنت، بل الآن كيف أجزيك، كيف أجزيك، كيف أصنع بك، وهذا الذي صنعت سبب في أن استودعني ربي هذا القرآن في صدري. فيقول لها: هاهن صويحباتك مثلك مثلهم في السن، في الثانوية العامة، في كل شيء، لكنهن لا قرآن معهن وأنت معك القرآن. أتذكرين التعب؟ أتذكرين شيئا من هذا التعب، من تلك الشدة، من ذلك الضغط، من ذلك البوء؟ لا تذكرين شيئا من ذلك، ليس معك الآن إلا هذا الفضل العظيم الذي تحوينه في صدرك.